ونظرا لتذبذب مسجل على مستوى وفرة السيولة للمكاتب الباردية خلال فترة متزامنة مع الأزمة الظرفية والأزمة الصحية التي تمر بها بلادنا على غرار دول العالم جراء تفشي وباء كوفيد-19، قام قطاعنا الوزاري باتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير بالتنسيق مع كل الأطراف الفاعلة، لا سيما مؤسسة بير الجزائر، بنك الجزائر، المديريات الولائية لبير المؤسسة الزكية على المستوى المحلي، والمديريات الوحدات الولائية للبريد، لتسيير الحجم المتزايد لعمليات سحب الأموال لفائدة الأشخاص الاعتباريين، يعني الأشخاص المعنوي الحائزين على حسابات جارية باردية، من أجل منح الأولوية لعملية سحب الأجور والمعاشات والمنح خاصة بالمواطنين. توجيه هذه الأشخاص الاعتباريين إلى استعمال وسائل الدفع الكتابية المتاحة على غرار الصكوك المصادق عليها، التحويلات من حساب إلى حساب، وكذا تحصيل الصكوك الباردية من خلال نظام المقاصات الإلكترونية على من مع المنظومة المصرفية تيليكومبونساسيون.